ماشيه بالولاد ليه كده؟ انت بتشتغلي ايه؟ على الله يا استاذ. على الله ونعم بالله. ولادك؟ ولادي. تنزلي مع نفسك بتلمي الحاجات اللي في الشارع؟ بس مش شغاله تبع حد. لا لا مع ربنا. اسمهم ايه؟ ريما ودي شيرف. شغاله الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ انا دخلت على ثالث سنه اهو. ما تعبتيش؟ هتعب ليه؟ هتعب وهي لقمه بالحلال؟ بس ولادك كده وانت شايلهم الشيله تقيله يعني. انا كنت حامل جديد ليا 40 يوم وكنت شغاله دي بره. ما بتيأسيش من الشغلانه دي؟ لا حضرتك هيأس ليه؟ مشقه شويه. لا لا بس هي ممكن متعبه شويه ومتعب كمان لظهري، بس في نفس الوقت بقول الحمد لله. انا يعني بعرف امشي وفي صحه ربنا اعطاني وبساعد جوزي وبساعد عيالي على الحلال وبربهم بالرش الحلال. اللي احسن ان انا اشتغل ولا اللي احسن نستلف تاني ونتدين تاني ونفضل علينا الدين؟ كنتوا مديونين؟ كنا مديونين. طب الحمد لله. الحمد لله. طب الحمد لله سددتوا الدين؟ الحمد لله حضن ربنا وحده. يعني انت راضيه؟ الحمد لله راضيه. راضيه بحالي؟ راضيه الحمد لله. بتدخلي كام الشغلانه دي في اليوم؟ والله انا كنت جبت ربنا وانت 76 جنيه 43 جنيه على حسب ربنا ما يغير. عندك امل في بكره؟ الحمد لله في امل ان انا ربنا يرضيني ويربيهم. ان شاء الله ربنا يرضيك. ربنا يرضينا ويربيهم. جبت حلال اعرف اعلمهم زي اخواتهم. ان شاء الله. دي اللي انا عايزاها، بس مش عايزين ان هم يطلعوا مثلا تعبانين زي مش عايزهم يطلعوا يشوفوا الشقه والتعب اللي انا شايفينه. عايزهم يطلعوا مرتاحين. ان شاء الله ربنا هيرضيكي. سيبيها على الله. بصي هي كل احنا كلنا بتوع ربنا. وانا ما بالله وانا سايبها على الخير. صدقي بالله انا اصلا نازل، انا رايح جاي، كان معايا حته ذهب وقعت مني. فداك. كنت نازل اصرفها فرايح جاي عمال ادور عليها عمال ادور عليها، بس قلت الحمد لله. فداك. فداك كله حاجه تاني. الحمد لله. لا ما حدش عارف. ماشي امشي بقى بحته الدم دي كانت معاك هتبقى في ايه ولا فلوسك كنت هتجيبها هتعمل بيها ايه؟ صح. قضاء اخف من قضاء. صح. راضي باللي قضاء ربنا. طب لو لقيتيها انا هديك رقم. تمام. انا حد الله بيني وبينها. ربنا يكرمك. حد الله. بس عشان انا مش من هنا اصلا، فلو لقيتيها واقعه هنا او هنا ده رقمي هنا. انت فيك ايه؟ مهنا تعبان. يا ربي يكرمك. مسكين خدي دي شفتي كده خدي باي سبحان على ربنا. يا رب. بصي بدل ما تقعدي تعالي اقعدي هنا كده على جنب عشان ما تقعيش. تعالي تعالي اقعدي كده هنا على جنب بدل عشان ما تقعيش. هي مالها رجل؟ تعبان بلف طول النهار. معلش ثواني، هي المناديل معاكي دي بقد ايه؟ مش انت بتبيعيها؟ هي اللفه بكام؟ اللفه بكام؟ كيس بجنيه. ماشي الكيس بجنيه هاتيه. جوه رزقك رزق ناس حسبه نسبه وبالمقاس امتحان من غير لجان وانت جزء من الحكايه. الو معلش والنبي بعد اذنك يا بنت بعد اذنك حضرتك انت بتقول وقع منك الهدايا صح؟ وقع مني. وقع منك ايه بقى؟ ثلاث غوايش معايا. معاك ازاي؟ معايا والنبي لقيته منه في الزباله. لا والله والله اصحى من فاتير حضرتك معلش. لا انا خمس دقايق وهكون عندك. طيب طب والنبي بتاع الله يبارك والله ربنا يبارك لك. معاكي بجد والله؟ والنبي الله يبارك لك متعود. لا ده انا خمس دقايق على طول جاي لك حالا اهو. Thank you.
ربنا يبارك لك. والله العظيم انا من ساعه ما شفتك الصبح مال الحلال عمره ما هيجي. طول ما انت تعبان بالحاجه وشقيان وجايبه بالحلال عمره ما هيجي وهيرجع لك. عصمك في ربنا كبير وخلي عصمك في الله كبير. بس انت ما خدتهمش ليه؟ لا حسب الله هنا جنبي. يعني مش ممكن كان ده يفك لك ازمه او يساعدك؟ معلش معلش يعني انا ظروفي تعبانه يعني على قد حالي تمام؟ بس عمري ما همد على الحاجه اللي مش ليا. عمري ما همد على الحاجه اللي مش ليا. لان انا خدتها دلوقتي هتنفعني؟ ممكن تنفعني وتفك زنقتي شويه يوم اثنين سنه اثنين. بس الطفله اجيبها من ايه؟ ربنا يحاسبني وربنا يعاقبني بان انا مديت ايدي على مال غيري. وكمان اكتر حاجه كمان لما يكون انا واخده مال غيري وعارفه ان هو صاحبها كذا. انت محتاجه فلوسهم يمكن صح؟ لا مش محتاجه فلوسهم؟ محتاجه فلوس بس مش ان انا مش محتاجه ان انا اسرق. طب انت اتبسطتي ليه لما لقيتيهم؟ عشان لك اتبسطتي لان انت كنت زعلان عليهم وفي نفس الوقت اتبسطتي ان انا لقيت حاجه انت كنت زعلان عليها. طب انت نفسك في ايه؟ انا نفسي امنيه حياتي ايوه يكون ليا النمره دي عايشهم بالقرش الحلال ونفسي اعيش من ايجار بس. امنيه حياتي ان انا اعيش من ايجار. انت قاعده في شقه ايجار؟ انا لسه اخر مره بالليل انا صاحب العماره بالليل بسبب الايجار. كام الايجار؟ 1000. ده اللي عامل لك هم؟ قوي مفيش اكتر منه. دعيت نفسه ودعيت ربنا. قلت له ايه؟ نفسي يعني بدل ربنا ليل ونهار يريحنا من الايجار. انا اخوك ايمن مصطفى. اهلا وسهلا. من مؤسسه حياه كريمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عارفها؟ بسمع عليها الحياه كريمه. اسمحي لنا نديكي حاجه بسيطه كده. دي ميداليه بنديها لابطال حياه كريمه. فرح الناس البسيطه يتعدل شكل الخريطه. الله عجبتك؟ ميداليه ايه جدي؟ الميداليه جميله. دي من مؤسسه حياه كريمه تكريم ليكي. انت بقيتي بطل من ابطال حياه كريمه عشان انت كنت امينه معانا ورجعت لنا حاجتنا. ربنا يخليك لحضرتك. اسمحي لي برضو نقدم لك حاجه بسيطه كده من مؤسسة حياة كريمة. ده أجار سنة قدام للشقة. دول 20,000 جنيه. أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه يا منوال. بجد مش عارفة أشكرك إزاي. ما فيش شكر، ده إحنا اللي بنشكرك. كفاية أمانتك وكفاية احترامك وكفاية مساعدتك لغيرك. يمكن أنت كنت محتاجة. الحمد لله يا رب، ربنا عالم بيا برضو. كان عندك يقين إن ربنا هيفرجها؟ الحمد لله، ما شكرش ربنا كتير، يعني ربنا على طول بيرضيني. هكذا بقول له ربنا ما بيرضنيش، لا بالعكس، ربنا بيرضيني جدا وربنا بيديني خير الحمد لله. الحمد لله. قدرنا ان احنا نشيل الهم اللي كان على قلبك. الحمد لله. تخش رمضان كده وانت مرتاحه؟ الحمد لله، ربنا يريحكم. كل سنه وانت طيبه. يومين كده ده اعرف اجيب لبس للعيال. كنت عايزه تجيب لهم لبس؟ اجيب لهم لبس للعيد. ده اطفال لازم يفرحوا. لازم يفرحوا، لازم اجيب لهم لبس للعيد. والايجار؟ والايجار برضه ادفع. الحمد لله. فرحه تبني حياه كريمه، خير بيدي الروح نقيمه، هي رحله بالناس بتحلى وانت تكون بطل الروايه.